فوت عم قلك ما فيش حدا يتشويش. رافائيل داخل الأكاديمية حالة خاصة تعودنا عليه بمية شخصية، أما الشخصية الأحب هي شخصية الجبل اللبناني اللي صرنا نتابع أخباره أول بأول. ألو إيه خي تانيوس؟ لا منش بالمستشفى بالحبس هالمرة. يا خي اختلفت أنا وجاري ربيع عالزيتونة، هالزيتونة تريت لي يا بي بتعرفها؟ شو قصة زيتونة رافائيل؟ حنان يلا استعجلوا يلا حنان. تعايبك حنان تعايبك حنان. وش الخيارات والطيبين حنان واصل العرق للركاب. كتر خيرك عند اللقمة طيبة. اوووه اش الزيتات من عنا؟ ما تفنى هالديات. ايه اغمسية اغمسية. اهيك اهيك. اسمع حنين بدي خبري خبريت هالزيتوني. بزمنات زرع بي هالزيتوني ووصينا فيها كنا صغار. قال لي هالزيتوني من عدام الرقبة معلق فيها أنا كتير. جارنا ربيع قال هيدي الزيتونة له هيلو هيلي هيلو. اختلفنا ببعض جيت فيك جمال من جرع بخو روحت وراح سلطة. هالزيتونة لي أحدا شي يحكيني أفيش شي يبعد عنا. غيت الحديث أحنونة أنا من نفسي بعت هالزيتوني وجبتها معي على الأكاديمية. حدا حريش الشيء ويب بتطلع فيها هيك بالأكاديمية برتاح. شو بي تحته من شم هون يرحم ترابك بي من شم من شم هون هون. حنين بلا هرقة يكف العين محزتنا يكف بلا هرقة حنين. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. التفاحة ولا الزيتوني عن هالسفرة رح يغنوني أهلي شهادي مع عطيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم حسدتنا